عتمة إلكترونية تخيم على المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية اليوم احتجاجاً على المطبوعات. مجلس النواب يحرم الوزراء والنواب السابقين من الجوازات الدبلوماسية ويمنح الزوجة جواز سفر دون موافقة الزوج. 443,321 العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في المملكة حتى مساء أمس. تمام 7:30 في قناة رؤيا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. الأردنيون استيقظوا صباح اليوم على شاشة سوداء ظهرت أمامهم لدى محاولتهم تصفح المواقع والصحف الإلكترونية، حيث شارك أكثر من 200 موقع في تظاهرة العتمة الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن المظاهر التصعيدية التي دعت لها مجموعة حريات نت وتنسيقية الصحف الإلكترونية احتجاجا على التعديلات التي تم إقرارها على قانون المطبوعات والنشر. المشاركون في هذه التظاهرة اعتبروا أن التعديلات على القانون تتناقض تماما مع حرية التعبير والرأي، وتهدف إلى فرض التعتيم الإعلامي على قضايا وهموم المواطنين. وبالتزامن مع هذه التظاهرة، العشرات من الصحفيين والعاملين في المواقع الإلكترونية والناشطين المدافعين عن الحريات اعتصموا صباح اليوم أمام مقر البرلمان في منطقة العبدلي احتجاجا على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر. المعتصمون حذروا من نتائج تداعيات هذا القانون في حال إقراره من البرلمان، مطالبين بفصل سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام من نقابة الصحفيين وإحالته إلى مجلس تأديبي. النائب حمد الحجاية رئيس لجنة التوجيه الوطني انتقد مشروع القانون الذي أتت به الحكومة، وأشار إلى أنه سيقف ضده ويدافع عن الحريات في اللجنة وتحت قبة البرلمان. نحن نريد أن نصل إلى طريق واحد هو حرية الإعلام، وبالتالي إذا اختصرت الحكومة علينا هذا الجهد وقررت التراجع عن هذا القانون السيء، أو قررت بناء تفاهم مع المواقع الإلكترونية مع الصحافة بحيث تكون أي تعديلات لا تؤثر على سقف الحريات ولا تكبل حرية الإعلام، فنحن جاهزين لأي اتفاق. إسقاط قانون الضمان الاجتماعي كان خطأ كبيرا، لأن الناس مهتمة جدا به وتنتظره على حر من الجمر، وكانت المفاجأة التالية استبداله بقانون قمعي هو القانون المعدل لقانون المطبوعات الجديد، وهذا سيحول الدورة الاستثنائية إلى مواجهة ساخنة نأمل أن تنتصر الحريات فيها، وسنرى بدعم الإعلام ودعم الرأي العام الأردني إن شاء الله لن يكون هناك تطاول على الحريات الإعلامية. حقيقة هذا القانون، يعني أنا أشكر الحكومة كنائب ممثل وطن، كثيرا من السياسيين والاقتصاديين وعامة الناس أسيء لهم من بعض ما يدعوا الصحافة ومن بعض ما يدعوا أنهم صحفيين. هناك انفلات إعلامي من أشخاص غير مسؤولين يدعوا الصحافة، يبتزوا المواطن الأردني، يتعرضون للأعراض أحيانا، وللأسف أي قانون في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي مهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يتوجب الترخيص. إذا يجب أن يكون هناك قانون يضبط أي شيء. وبالتزامن مع اعتصام الصحفيين، كان النواب تحت القبة يقرون قانون الجوازات المعدل لسنة 2012، والذي تضمن حرمان النواب والوزراء السابقين من الحصول على جوازات دبلوماسية مدى الحياة.
المجلس وافق بالأغلبية على السماح للزوجة بالحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج، وكان قانون الجوازات لسنة 69 يمنع الزوجة من الحصول على جواز سفر إلا بموافقة الزوج. من جهة أخرى، وعد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي النواب بتخصيص جلسة تجمع النواب بالحكومة لمناقشة ملف اللاجئين السوريين، وذلك بعد مداخلات للنواب حول هذا الموضوع وما جرى ليلة أمس في مخيم الزعتري من اعتداءات على قوات الدرك التي أوقعت إصابات بينهم. حادث الأمس يتلخص بأن كم عدد أعداد اللاجئين السوريين خلال الأيام الأربعة الأخيرة فاق كل التوقعات. وصل العدد في المخيم في مخيم الزعتري إلى 23-24 ألف نسمة. آلاف الخيم مقدسة للخير، الهيئة الخيرية الهاشمية فتحنا المستودعات بالليل لنبني المخيمات للوافدين بأعداد كبيرة جدا، وهكذا كان تراكمت هذه الأعداد بشكل مفاجئ. صار الموضوع فوق طاقة إدارة المخيم. كان من بين اللاجئين عزاب، عدد كبير من العزاب، الشباب والرجال الأعازب بدون عائلات تجمعوا على باب المخيم بحدود 200 واحد طالبين العودة، ولكننا أخرنا عودتهم لوجود عمليات قد تؤدي إلى هلاكهم. وسيناقش برنامج نبض البلد في حلقته الليلة ملفات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. الحلقة تأتيكم في 8:30 مساء. بلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 443,321 مواطنا في جميع أنحاء المملكة، وذلك حتى نهاية دوام أمس. وفي محافظة العقبة شهد مكتب الأحوال والجوازات إقبالا متزايدا في أعداد المراجعين والطلبات المقدمة للحصول على البطاقة الانتخابية، حيث تم صرف 12,374 بطاقة انتخابية في مكتب أحوال العقبة و2732 بطاقة في مكتب أحوال لواء الجويرة لغاية يوم أمس. سريعة جدا، يعني ما تجاوز أكثر من 12 دقيقة بس، لا أكثر ولا أقل يعني. والموظفين يعني على قيمين واجبهم على أكمل وجه، وبرضه كمان يعني ما في أي عصبية أو في مشاكل أو في كذا في نفس من قبل الموظفين. الشغل هون كثير كويس والموظفين متساعدين معنا طبعا بشكل ممتاز، وأنا بشجع جميع السيدات إنهم يشاركوا بهذا العرس الوطني، لأنه من حق المواطن إنه يختار الإنسان اللي بده يمثله بالحكومة طبعا. ونبقى في العقبة، حيث أكد المحافظ فواز إرشيدات على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة. إرشيدات وخلال لقائه أمس الفعاليات الشعبية والشبابية والقطاع النسائي في غرفة تجارة العقبة، دعا الجميع لتجاوز كافة العقبات التي تعترض العملية الإصلاحية والاقتصادية، كما شدد إرشيدات على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمواطنين من خلال التواصل معهم وتلمس حاجاتهم. احنا حثينا الناس من خلال لقائنا معهم على انهم يبادروا للتسجيل في الانتخابات وياخذوا البطاقات الانتخابية. كل ما كانت زيادة نسبة اعداد اللي حاصلين على البطاقات الانتخابية، هذا بدل على مؤشر انه احنا فعلا جادين نحو عمل الاصلاح اللي جلالة الملك بنادى فيه وطالب فيه من بداية الحركات اللي السياسية اللي صارت في الوطن العربي. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عقدت اليوم مؤتمرا لمناقشة عدد من البنود التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية. المؤتمر ركز على ضرورة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتجذير ثقافة مجتمعية داعمة لإنصاف المرأة وتمكينها. المؤتمر الذي حضره ممثلون عن وزارة العمل ناقش أيضا سبل تفعيل وزيادة مساهمة المرأة وتمكينها اقتصاديا وتوفير فرص العمل لها.
لا شك بأنه القطاع الخاص اليوم يلعب دور هام لا على مستوى الاقتصاد فقط ولكن على مستوى النهوض بالقضايا المجتمعية، ولا شك بأنه المسؤولية الاجتماعية للشركات حسب ما أقر الميثاق العالمي توجب على الشركات بذل جهد من أجل ضمان حقوق النساء كجزء من الاهتمام بالقضايا المجتمعية، ولأنه نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد في بلدنا ما زالت متدنية وما زالت المرأة تتعرض لتمييز في مجال العمل في القطاع الخاص، وليست هناك مراعاة كافية لمتطلبات الأمومة في القطاع الخاص. لذلك نعتقد بأنه عقد مثل هذا اللقاء مع ممثلي الشركات والقطاع الخاص يهدف إلى زيادة ورفع الوعي بجدوى وقيمة وأهمية مراعاة احتياجات النساء والرجال في القطاع الخاص وفي الشركات. أنباء عن قرار بإيقاف المشروعات الخدماتية والرأسمالية في بلدية الطفيلة في ظل مديونية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين دينار. البلدية التي تتبع خطة تقشفية لمحاولة تقليل الديون المتراكمة عليها تلقت دعما من وزارة البلديات بقيمة 210,000 دينار، ولكنها لم تكن كافية لسد الديون بحسب الأخبار. الميزانية السنوية للبلدية تبلغ 4 ملايين دينار ونصف المليون، يذهب نصفها بصورة رواتب للموظفين في المدينة. للاطلاع على صحة هذه الأنباء معنا على الهاتف رئيس بلدية الطفيلة المهندس حمد البدور. مرحبا بك مهندس حمد، هل لك أن تروي لنا ما مدى صحة هذه الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خالص الشكر للأخوة في قناة رؤية على متابعتهم واهتمامهم بقضايا المواطنين. نعم. الحقيقة ما تعاني مع بلدية الطفيلة هو نفس الحال الذي تعاني منه كافة بلديات المملكة تقريبا. ومنذ مرور المنطقة بالأزمة الاقتصادية والعالم بشكل عام عانت بلدية الطفيلة مثل ما تعاني البلديات الأخرى انعكاسا للوضع الاقتصادي العام. نعم. الذي تمر به المنطقة. في الواقع يعني قضية المشاريع الرأسمالية تتطلب مبالغ إضافية ومبالغ مرصودة في الموازنة، لكن إمكانيات وظروف الوضع المالي اللي بتعاني منه البلدية لم يمكننا من رصد المخصصات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو عفوا الرأسمالية والمتعلقة بفتح وتعبيد الشوارع أو عمل الخلطات الساخنة وما شابه من مشاريع مثل الجدران الاستنادية، أيضا وهي مشاريع مهمة جدا وبحاجة لها المواطن ومستلزم عام، يعني يتطلب متابعة سنوية لرغبة المواطنين وتنفيذ احتياجاتهم. لكن وضع البلدية بشكل عام يقوم بواجباته في كل النواحي الأخرى من أعمال نظافة، من متابعات لقضايا المواطنين، أعمال التراخيص، الإفراز، التنظيم. إذن مهندس حمد، ما هي الخطط الآن الموضوعة للخروج من مديونية البلدية؟ والله يا ستي يعني نكون صادقين، الخطط تعتمد على توجهات وزارة الشؤون البلدية، وإحنا يعني واثقين في جهود معالي الوزير في متابعة قضية رفع نسبة الدعم المقدم للبلديات من الحكومي إلى 8% حسب ما نص عليه القانون. نعم. الخاص بالبلديات. هذا الدعم سيمكن البلديات من تقديم خدماتها بكل أريحية وبكل إمكانية، لأنه سيرفع سقف الدعم من مثلا بلدية الطفيلة، سقف الدعم المقدم لها من بند المحروقات لا يتجاوز 1,600,000، لكن نعم. في حالة تطبيق 8% سيصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبالتالي سيغطي كامل احتياجات البدينة والبلدية. نعم كل الشكر لك رئيس بلدية الطفيلة المهندس حمد البدور. أهلا بكم من جديد. في سوريا قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحديث عن منطقة عازلة يفرضها الغرب في الأراضي السورية أمر غير واقعي، مضيفا أن الوضع في بلاده أفضل، إلا أنه أضاف أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لحسم الصراع ضد مقاتلي المعارضة الذين يحاولون الإطاحة به.
الأسد وصف الانشقاقات التي حدثت في نظامه بأنها عملية تنظيف ذاتية للدولة والوطن. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة الدنيا السورية التي أذاعت أجزاء منها اليوم. أين أنتم سيد الرئيس الآن؟ في معك أنا الآن معك في دمشق في القصر الجمهوري. الكل قلق على وطنه، هذا قلق طبيعي، ولكن أن يدخلوا الخوف بطريقة أو بأخرى هذا الشيء لن يصلوا إليه على الإطلاق. الشخص الوطني وجيد لا يهرب، لا يفر خارج الوطن. عمليا هذه العملية عملية إيجابية، هي عملية تنظيف ذاتية للدولة أولا وللوطن بشكل عام. فإذا الجواب بشكل مختصر، مصير سوريا أقول للشعب السوري هو بيدك وليس بيد أي أحد. نستطيع أن أختصر كل هذا الشرح بجملة بأننا نتقدم إلى الأمام. الوضع عمليا هو أفضل، ولكن لم يتم الحسم بعد، هذا بحاجة لوقت. هل نعود للوراء بسبب جهل البعض من المسؤولين الأتراك، أم ننظر للعلاقة مع الشعب التركي، خاصة أن هذا الشعب وقف معنا عمليا خلال الأزمة، لم ينجرف بالرغم من الضخ الإعلامي والضخ المادي. ميدانيا أعلن صباح اليوم عن مقتل 11 شخصا في عملية قصف عشوائي ومداهمات من قبل الجيش السوري، في وقت تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش ومقاتلي المعارضة في محيط مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب. في غضون ذلك تجددت الاشتباكات في حي التضامن بدمشق، فيما تعرضت مدن كفر بطنة وزملكة وعربين بريف العاصمة إلى قصف عنيف بطيران الميج الحربي والمروحي وفقا للجان التنسيق المحلية. من جهة أخرى، ذكرت الوكالة السورية للأنباء سانا أن القوات المسلحة ضبطت أثناء تمشيطها لأحياء صلاح الدين والعامرية والحشكل وتل الزرازير بحلب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت مدافع هاون ورشاشات الدوشكا وقذائف RPG وقناصات ناتو وغيرها. جايينك يا بشار، الله أكبر. كتيبة اسماس النورين بالتعاون مع كتيبة المعتصم بالله. حملة أهلا بكم في فلسطين التي لم تسمح لها قوات الاحتلال بالوصول إلى بيت لحم لتوزيع هدايا ولوازم مدرسية للطلبة الفلسطينيين بمناسبة العام الدراسي الجديد، اضطرت لتقديمها لطلبة مخيم غزة في محافظة جرش. وكانت قناة رؤيا قد نقلت على الهواء مباشرة من مخيم البقعة تجمع أفراد الحملة قبل الانطلاق إلى مخيم غزة، حيث أعرب المشاركون عن إدانتهم للمواقف الإسرائيلية والفرنسية. غدا سيكون هناك اعتصامان، الأول أمام السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على منعنا من دخول الأراضي الفلسطينية، والثاني سيكون أمام السفارة الفرنسية في عمان، وذلك احتجاجا أيضا على موقف الحكومة الفرنسية التي لم تحرك ساكنا ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم أن غالبيتنا فرنسيون. ربع قرن مر على استشهاد فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتيل برصاصة من مجهول عام 1987. العلي الذي امتاز فنه بالنقد اللاذع له 40,000 رسم كاريكاتيري رسمها بريشة لاجئ عاش حلم العودة في كل رسمة. اللي بده يكتب لفلسطين واللي بده يرسم لفلسطين بده يعرف حاله ميت، وكان هذا فعلا، كانت هذه كلماته التي كثيرا ما رددها، متمسكا بقضية رأى الكثيرين تخلوا عنها فدفع عنها بقلمه وريشته حتى اغتيلت روحه لاغتيال قلمه. ناجي العلي من أشهر رسامي الكاريكاتير في الوطن العربي، ولد عام 1937 في قرية الشجرة المحتلة عام 1948. لجأ وعائلته إلى مخيم عين الحلوة بعد النكبة، وبدأ من حينها يدافع عن أرضه المسلوبة، فكانت جدران سجون المحتل التي اعتقلته أول ما خط عليه رسوماته. لناجي 5 أبناء، ولد أحدهم عام 69 في جريدة السياسة الكويتية، جاء ولدا ذو 10 أعوام، وسيظل دائما في 10 من عمره حسب وصف أبيه. ففي تلك السن غادر فلسطين
وحين يعود إلى فلسطين سيكون بعد في العاشرة، ثم يبدأ في الكبر من هناك. هكذا كان ناجي يصف ابنه على الورق حنظلة، المتواجدة دائما في رسومات والده شاهدا عليها، فلا نرى سوى يديه مكتفة وراء ظهره معترضا على ما يدور حولها. لندن كانت وجهته الأخيرة، فسال دمه على شوارعها واحتضنت أراضيها جثته جراء رصاصة مجهولة المصدر أصابته تحت عينه فأغلقها إلى الأبد، وودع العالم وتركه بحيرة فك لغز مقتله ولغز وجه حنظلة الذي لن يجد أبيه ليرسم وجهه عند تحرير الوطن. ندى جرار لقناة رؤيا. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تفكير بالعناوين. عتمة إلكترونية تخيم على المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية اليوم احتجاجاً على المطبوعات. مجلس النواب يحرم الوزراء والنواب السابقين من الجوازات الدبلوماسية ويمنح الزوجة جواز سفر دون موافقة الزوج. 443,321 العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في المملكة حتى مساء أمس. نشكر لكم متابعتكم، إلى اللقاء.